السلام عليكم مشاهدي الكرام، متتبعي قناة مطبخي من هولندا. وصفتنا لهذا اليوم خبيزات غادي نعمروهم بالحوت الأبيض والصلصة البيضاء. نبدأ على بركة الله بمقادير العجينة. كنحتاج 3 الكيسان تاع الطحين، 1 الكاس غادي نخمروا به العجينة في المرحلة الأولى، وجوج الكيسان غنخليهم تال من بعد. خميرة تاع العجين 7 غرام أو ملعقة كبيرة، معلقة ديال الخل كبيرة، 5 نتاع المعالق كبار ديال الزيت أو ما يعادل ربع كاس نتاع الزيت، ربع ملعقة صغيرة ديال الملح، 2 معالق كبار نتاع السكر سنيدة، 2 معالق كبار نتاع بودرة الحليب مجفف، وكاس ديال الماء دافي. أما الحشو غادي عندنا هنايا 1 6 ديال البصلات، البصلة الضئية او البوق كيف ما معروف عندنا في اللغه الدارجه. عندي 200 غرام ديال الحوت الابيض، اي نوع من الحوت الابيض، 200 غرام تاع الكوفات داك قيوق، 100 غرام تاع الفرماج محكوك، 3 ديال المعالق ديال الزيت، زيت نباتي، ملح وبزار ربع معلقه صغيره، 4 ديال المعالق كبار من لاك ام فريش، وقطاعه ديال العجين على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما. نبداو على بركة الله نوجدو العجينة نتاعنا. كنديرو داك الكاس ديال الما دافي، كنديرو السكر، الحليب، الملح، الخميرة ديال العجين مقدار 7 غرام أو معلقة كبيرة، كنخلطوهم مع بعضياتهم، وكنديرو 1 الكاس نتاع الطحين. كينسجموا العناصر كاملين مع بعضياتهم، كنغطيهم بواحد البلاستيك غذائي، وكنحطهم في واحد المكان دافي يخمروا شي شويه، مده تاع 5 دقائق تقريبا. نبداو نوجدوا الحشو اللي غنعمروا به الخبيزات. نديروا ديك الزيت على نار، نبداو نقليو هذوك البصيلات مقدار 6 البصلات نتاع الشالوت او البصله الخضائيه. ما كانتش عندكم يمكن لكم تستعنوا بصله عاديه. كنبداو نضيفوا الحوت مع التحقيق. هذا الحشو هذا ما كيشدش مده طويله في الطياب، يعني التوتال تاع الطياب نتاعو كامل ما كيوصلش 4 دقائق. كنبدا نضيف التوابل اللي هي الملح والبزار، ربع معلقه من كل من البزار، وربع معلقه من الملح، مع التحقيق المستمر طبعا. صافي، ملي كينسجم لنا الحوت الابيض مع هذيك البصيله اللي سبقنا قليناها هي الاولى مع البزار والملح، كنضيفوا الكوفيت. اصلا لا الحوت الابيض ولا الكوفيت ما كيشدوش وقت طويل في الطياب، عندهم ما كيتجاوزش دقيقتين بجوجهم، وما خصناش يطلقوا هذاك الماء ديالهم بزاف، ولكن حنا محتاجين ليه من بعد، وغنقول لكم اش غنديروا به. صافي، كنحاول نمزجهم كاملين مع بعضياتهم على واحد النار قويه. كنضيف لك ام فريش، كيف قلت لكم هذه العمليه كامله ما كتاخدش منا الا عده دقائق، ما كنتجاوزوهاش. صافي، هذاك الماء ما غاديش نخليه حنايا ينشف، هذاك الماء اللي نزل من الحوت الابيض ونزل من الكوفات ومع شي شويه ديال لاك ام فريش غادي نصفيه، وغادي نخليه غادي ندهن به الخبيزات نتاعي قبل ما غنوجدهم، قبل ما غادي ندير لهم الحشو. العجينه نتاعي ها هي خمات، غنبدا نضيف الطحين، هادوك 2 كيسان تاع الطحين اللي خليتهم بالتدقيج، هذاك ربع كاس او 4 ديال المعالق ديال الزيت، المعلقه ديال الخل، وكنبدا نخلط. كميه الطحين كتوقف على نوعيه الدقيق
وكمية الامتصاص نتاعو. انا عندي في التوتال هنايا عندي 3 الكيسان تاع الطحين، ولكن غنقدر نحتاج لقطة منهم، بعد الملاعق او لو واحد نص كاس نتاع الطحين واحد اخر. كنحاول باش الخليط ينسجم مع بعضياته، كنخلطو. ولكن احسن حاجه هي نعجنوه بيدينا. الا كانت عندكم كان عندكم العجانه الكهربائيه يمكن لكم تستعنوا بها. انا بغيت نعجن بيدي باش نشد القوام تاع العجينه، نقدر نتحكم فيها. العجينه باقي مطلوقه، ماشي هو هذا القوام المطلوب. يعني انا مضطره باش نزيد واحد 2 معالق ولا 3 نتاع الطحين مازال. خاص هاد عجينة متماسكة، هي أصلا راها عجينة هشيشة بهادوك بديك المعلقة ديال الخل وبدوك 2 معالق نتاع الحليب بودر، بودرة الحليب. هو هذا القوام المطلوب. غادي نغطيها مرة أخرى بالبلاستيك الغذائي واحد المني ديال النقي، ونخليها في واحد المكان دافئ لمدة ما يقارب 10 دقائق. بعد ما فتحت لنا العجينه غنبداو دابا نشكلوها الشكل اللي بغينا. انا بغيت نديرها على شكل قويصات صغيرين. الشكل كيبقى اختياري، يمكن لكم تشكلوها كيف بغيتو. هذيك القطعه اللي سبق لي وذكرت لكم، الا كتعرفوا بالنسبه للمبتدئات اللي ما يقدروش يشدوا الحجم، باقي ما عندهمش الحجم تاع يتحكموا في العجينه ويخرجوها بالقطع متساويه، يمكن لهم يقاصوها ويقطعوا، او لا يمكن لهم يستعملوا يديو خبيزات ومن بعد ما يقاصوهم يبداو يقطعوهم باش تجيهم القطع متعادله. غادي نستمر في هذه العمليه حتى نكمل العجينه كامله. هاد كميه الحشو وكميه العجينه كيخرج لنا 12 قطعه. بعد ما قاصتهم كاملين نزلتهم، يعني كنحاول باش السمك نتاع الخبيزه يجي تقريبا فيه واحد 2 سنتيم. كنبدا ندهنو بهذيك لاصوص اللي نزلت من هذاك الماء ديال الحوت، وداك الماء ديال الحوت نتاع لاصوص ديال الحوت مع لاكريم فريش اللي قلت لكم من غنخليوه حتى نشفوه كامل. هي هذه لاصوص نتاعو دهنت بها باش يجي المذاق ديال الحشو مع المذاق ديال العجينه يجيو من متواتين مع بعضياتهم. كندهن واحد الكويس، ندهن له غير القاع نتاعو، وكنبدا كنقرصهم. كنقرص كنزل غير الوسطاني نتاع هاد الخبيزات هادو بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كنستمر في هاد العملية حتى نكمل هاد الخبيزات كاملين اللي عندي في الصينية. كنزل غير القاع نتاع الخبيزة. كنتقب عاوده بالفرشيطه غير هذاك الوسطاني فين غادي يتحط الحشو باش ما يتنفخناش، ما يعلاش في الطياب. صافي، وكنبدا نحط الحشو. كيف سبق لي وقلت لكم، هاد الكميه ديال العجين والكميه ديال الحشو كيجيو مناسبين، كيجيو مواتين مع بعضياتهم، وكيخرجوا لنا 12 قطعه، يعني بلس مينوس. الا كنتو الخبيزات شي شويه كبار يقدروا وحده ناقصه ولا وحده زايده، ماشي مشكل. صافي، كنستمر في هذه العمليه حتى كنعمر الخبيزات نتاعي كاملين. دابا كندير لهم الفرماج اللي عندي محكوك، اي نوع نتاع الجبن، اي نوع نتاع الفرماج تستعنوا به. خبيزات كيجيو زويونين. صافي، وكندخلهم للفرن ساخن على 200 درجة حوالي نص ساعة،
هما هادو الخبيزات نتاعنا كيجيو على هاد الشكل بصحة وراحة. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا ابوني الى باقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.